السنة، وهنا هنا نكبة النكائب الحقيقة، هنا نكبة النكائب. وفي هذه السنة أيضا قتل سليمان بن خويطر. هذا بن خويطر كان رسول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في رسالته التي أرسلها إلى أهل العيينة، رسالة علمية موثقة مضبطة، شيء يعني تقرؤوها وأتمنى أنكم تقرؤوها الحقيقة، علم علم حقيقي ورصين. انظروا ماذا فعلوا به في هذه السنة أيضا. قتل، وهنا بعض الأخوة رد علي في هذا الكلام قال كذبت، أقول تفضل شوف. وفي هذه السنة أيضا قتل سليمان بن خويطر، وسبب ذلك أنه قدم بلدة حريملاء خفية، وهم إذ ذاك بلد حرب. حط له تحت هذه برضو خطين سنأتي لها بعدين، شفت أنه حول بلاد المسلمين إلى بلاد حرب. وهم إذ ذاك، إيش معنى بلاد حرب لمن لا يعرف؟ ديار المسلمين إما تكون دار إسلام وإما دار عهد التي يكون بيننا وبين الكفار فيها معاهدة، وإما دار حرب، يعني ناس يحاربوننا في الدين وليس بيننا وبينهم أي عهد ولا ميثاق. وهؤلاء دار حرب، نستطيع أن نقاتلهم ونقتل منهم ومباحين لنا. فالآن هم جعلوا الآن بلدهم إذ ذاك دار حرب، يعني في كل البلدان طبعا هم جعلوها ديار حرب. فبيقول لك وهم إذ ذاك بلد حرب، يقول فكتب معه قاضي البلدة سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ كتابا إلى أهل العيينة، ذكر فيه شبها مريبة وأقاويل محرفة وأحاديث مضلة، والله ما فيه شيء من هذا، وأمره أن يقرأها في المحافل والبيوت. فألقى بذلك في قلوب بعض أهل العيينة شبهات غيرت قلوب من لم يتحقق الإيمان ومن لم يعرف مصادر الكلام، فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل. فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل. قتل من؟ الرسول الذي جاء بالكتاب.